النهاردة بنتكلم عن موضوع الأرقام في مايكروسوفت وورد. موضوع الأرقام دوت موضوع مهم جدا، لأن في ناس كتير ما بتبقاش عارفة إزاي تحول الرقم من عربي لإنجليزي، وإزاي تعمل ملف موجود فيه الأرقام بالعربي وبالإنجليزي في نفس الملف الواحد. النهاردة إحنا إن شاء الله بنوريكو من الألف للياء كيفية القيام بهذه المواضيع، وإن شاء الله بيكون سهلة جدا. أولا هنفتح مع بعض الوورد، تمام، ونخش على بلانك دوكيمنت اهو. هنا هوت مثلا هنبدأ نكتب، طبعا هنا هوت بتيجي تختار اللغة Alt Shift يمين تخليها عربي، نكتب مثلا اي حاجة عربي، تمام، نكتب مثلا العمر ونكتب هنا الرقم كده، تمام. تلاحظ ان هنا الرقم جاي بالعربي. طيب عايز اكتب بالانجليزي، تمام، نقول مثلا تاريخ الميلاد، تمام، هنقول مثلا 27 يوليو. طيب انا عايز اخلي 27 دي بالانجليزي، هعمل عادي الت وشيفت شمال، تمام، الت وشيفت شمال، او ان انا اختار تحت في القائمة اللغة الانجليزية من هنا واختار الانجليزي. طيب نكتب اصبحت ايه بالعربي برضو. طيب انا عايز اغيرها ازاي، اوريكم بقى ازاي نغيرها هنا، تمام. هنروح على فايل، تمام، وتحت في حاجة اسمها اوبشن، وجوه الاوبشنز هنخش في الادفانسد، تمام، احفظ الخطوات دي، يبقى فايل بعدين اوبشنز بعدين ادفانسد، وننزل تحت خالص لحد ما نلاقي خيارات الارقام اهي نيومرالز، دي خيارات الارقام. هندي يعني الارقام دايما بتظهر بالعربي، تمام. طيب انا عايزها هنا هو عربي وانجليزي في نفس الملف، اذا بدوس على حاجه اسمها كونتكست، يعني حسب النص. يعني ايه؟ يعني انا كاتب النص بالعربي هتظهر لي الارقام بالعربي، لو كاتب الكونتكست او التكست بتاعي النص بتاعي بالانجليزي الارقام هتظهر بالانجليزي. فانا بختار هنا الايه الكونتكست واقول اوكي. لاحظت ايه هنا؟ هو زي ما انت شايف اظهر لي في التكست 23 هنا عشان كنت كاتب بالعربي، وهنا هوت لما حولت الترقيم للانجليزي، تمام، بقت حسب التكست للانجليزي. طيب عايز اكتب مثلا how old are you، تمام، واكتب I am 30 years old. طيب لو عايز ارد بالعربي عمري، تلاحظ هنا 30 سنة، يبقى كتب في نفس الصفحة انجليزي، تمام، وايه عربي. دي نقطة مهمة جدا ان ليت الناس كلها تعرف. طيب لو انت عندك ملف عايز تحول كل الارقام مرة واحدة الى اللغة العربية، هنعمل ايه؟ هنخش تاني على فايل اوبشنز ادفانسد، ونخير كل الارقام للغة العربية مرة واحدة. ان انا بعمل كده بخش اختار ايه هندي واقول اوكي، ايه اللي لاحظته؟ كل الارقام ظهرت بيه العربي. طب لو انت عندك ملف بالانجليزي عايز تغير كل الارقام مرة واحدة الى اللغة الانجليزية، اخش على فايل بعدين اوبشنز بعدين ادفانسد، ونختار حاجة اسمها سيستم. نختار ايه؟ سيستم. سيستم هنا هيحول كل حاجة الى اللغة الانجليزية، كل الارقام اتحولت الى اللغة الانجليزية. يبقى تاني هنراجع معلوماتنا مع بعضنا. انا دلوقتي لو عايز اكتب ارقام بالعربي وبالانجليزي مع بعض هنختار كونتكست، يعني هنخش هنا واختار ادفانسد واختار حسب النص هنا اهو، يبقى هنا ارقام عربي وانجليزي اهو. اول ما اقول اوكي ظهر الارقام العربي والانجليزي. لو عايز الارقام كلها بالانجليزي اهو، نراجع تاني مع بعض، هنخش وهنختار سيستم، هيدينا كل الارقام باللغة الانجليزية زي ما انت شايف اهو. لو عايز كل الارقام باللغة العربية خش على اوبشنز ونختار ادفانسد، وتحت هنا هو نيومرالز، ونختار كل الارقام بالعربي، نختار هندي هندي واقول اوكي، يظهر لي كل الارقام بالعربي. ارجو ان انتم تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.